المباراة ديال المغرب ضد الجزائر اللي غادي تكون في ربع النهائي، حيث غيتقابل المغرب مع الجزائر في ربع النهائي من بعد ما حصل المغرب المرتبة الأولى والجزائر المرتبة الثانية في المجموعة ديال، غادي تكون يوم الثلاثاء يوم غادي. كاين واحد استفزاز ديال اللاعبين المغاربة وكاين واحد استفزاز ديال المدرب ديال المنتخب الوطني، خصوصا من بعد الهزيمة أمام زامبيا، لأن المغرب خسر أمام زامبيا بجوج لواحد عادي، داكشي هزيمة أساسا عادية. كيفاش كانت الأجوبة ديال اللاعبين ديال المغاربة هادشي اللي تعرفوا، وكيفاش قالوا الجزائريين أنهم يتقاتلوا ضد المغرب؟ هي مباراة للتاريخ ومباراة للثأر. إلا بغيتوا تعرفوا مجموعة ديال الأشياء، خلي تعليق، خلي إعجاب، خلي اشتراك. هذا هشام خضري وهذه قناتي، المغرب أولا ولا غالبا إلا الله، وعاش المغرب ولا عاش الخنا. في التعليق اكتب لي المغرب أولا ولا غالبا إلا الله، وعاش المغرب ولا عاش الخنا. على بركة الله نبدأ الفيديو، لكن قبل خلي واحد اللايك وهبط كتب التعليق ونكمل الفيديو. المباراة اللي تتجمع ما بين المغرب والجزائر مباراة مهمة جدا ومباراة مصيرية بالنسبة للمغرب. كنتمنى الفوز بأقل الأضرار، نتمنى الفوز والتأهل إلى نصف النهاية. فرقة ديالنا فرقة مونديالية، ولما التأهل إلى كأس العالم اللي ما لعبناش منذ واحد العشرة ديال السنين 2000 تقريبا و13. هاد المباراة هذه كاين واحد جيش للاعبين والجمهور من أجل حضور هذه المباراة باش يضغطوا على المنتخب الوطني. عندنا الثقة في اللاعبين ديالنا، وعندنا الثقة في المغاربة، وعندنا الثقة في المدرب والطاقم التقني، وعندي ثقة فيكم تنتوما إلى درنا النية كاملين ودعينا مع دوك الوليدات، لأنهم في بلاد الهكاويين، في بلاد أكل اللحوم الحمير. راه شوف ضد زامبيا وتغوتوا على اللاعبين المغاربة، ضد زامبيا منيش جلات زامبيا البيت وتشجعوا وينقروا علينا. إذا لهذا المغاربة بغيتكم تكونوا لحمة واحدة، أقل شيء بالدعاء، دعيوا الوليدات الله يوفقهم ويخرجوا منتصرين من هذه المباراة ويضمنوا لنا التأهل لكأس العالم. مباراة قوية على وليدات صغار. كنعرفوا أن المباراة ديال النهاية اللي جرات ما بين المغرب والجزائر في كأس العرب، كنعرفوا الأحداث اللي رافقتها وكنعرفوا المشاكل اللي وقعت فيها. هذا الرسالة واضحة، لأن ذوك الوليدات عندهم الآباء ديالهم هنا وعندهم الأمهات ديالهم هنا كما وليدتنا احنا وكما وليدتكم انتم المشاهدين والمتابعين ديالنا. دعيوا مع هاد الوليدات الله يوفقهم. في الصورة اللي غتشوفوها الخوت، اسمحوا لي طولت عليكم شوية، في هاد الصورة هذه الجزائر وإعلامها وعبد المجيد تبون والكابرانا والحكام العصابة وكل شيء يجيشون، كيجيشوا اللاعبين حتى قال لك القتال ضد المغرب، الحياة أو الموت. هذه مباراة لكرة القدم، ربحتونا في النهاية ديال كأس العالم بضربة الجزاء، ربحتونا، هل واش هادشي نقص منا شي حاجة؟ ما نقصش. مشينا لكأس العالم وفرحنا العرب والأفارقة والمسلمين، ربحتونا كذلك في كأس العرب قطر، واش انتهى الأمور؟ لا، احنا مشينا لكأس العالم وفرحنا، كنا رابع العالم. المنتخب الوطني النية ولا سلافوكا، سير أخويا سير سير سير. إذا شنو هي؟ الدعاء والنية، الدعاء والنية، الحوايج مقضية. عقلوا على هذه القضية، هذه الدعاء والنية والحوايج مقضية، كتبها لي في التعليق، وغتكون النية إن شاء الله، وغادي نتأهلوا وغادي نفوزوا، ولا بواحد الزفر ولا بضربة الترجيح، مهم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتأهلوا وغادي نربحوا الماتش بأي وسيلة وبأي طريقة كروية معقولة ومطلوبة ومضبوطة. كل توفيق لسعيد شيبة، كل توفيق للمغاربة، وكل توفيق للجمهور المغربي، لكن بالدعاء والترابط والتلاحم ديال المغاربة فالمقابلة إن شاء الله مربوحة. ديروا النية وكل الأمور مقضية، ديروا النية تضرب الكرة في العارضة وتخرج لبرا، صافي. هادشي اللي قال رسول أبوكا وهادشي اللي نتبع. خوتي ما بغيتش نطول عليكم بزاف، إلا وصلتي لهنا عرف بأن الفيديو انتهى. مغاربة، خوتي مغاربة، مغربيات، فين ما كنتو داخل المغرب وخارج المغرب، كنبغيكم بزاف. المغرب أولا غالبا إلى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانة. تلهنا تنخليكم للقاء.